خطة جديدة الآن التي تحدث عنها حزب الله هي خطة الحساب المفتوح، أي أننا عندما نتعامل لا ننتظر، يعني اليوم مثلا الرد على استشهاد فؤاد شكر لم يقتصر على مثلا 320 طائرة مسيرة وصاروخ، استعجل عليه البعض كل مرة شو وقت الرد، شنو راح يصير الرد بعد كل عملية. وبالمناسبة عندما يتحدثون بهذه الكيفية أنا أستغرب، حزب الله عندما يتعامل بعملية الرد يتعامل بالروية ويتعامل بطريقة أنه يحسب أكثر من حساب. أولا يتعامل بطريقة أنه كيف يجعل العدو إلى درجة عالية من الانهيار العصبي، حتى دفع بعض المسؤولين عند اغتيال فؤاد شكر وطالت مدة عدم الرد، قالوا إذا لم يرد حزب الله فسوف نوجه نحن ضربة. هذا يعني أنه قد أثر بقلق أحسنت يعني أولد لديهم القلق. إذا عملية إقلاق الطرف الآخر هي تعتبر جزء من العمليات العسكرية والنفسية. لماذا أنا دائما أتعامل بالضربة؟ يعني عندما قيل في العرب عندما كانوا يقولون في المثل لوح بالعصا ولا تضرب به، التلويح كانت أقوى من الضربة.